معاكم بلوزيغ دو شوز دونك هذا الفيديو درته روتين تاع الحشيه ان شاء الله يعجبكم اون بلوز دو سا درنا لانيفرسير تاع جدي وجداتي ان شاء الله يا ربي ربي يخليهم لنا دونك ان شاء الله تشوفوا حتى في التالي وقعدوا معايا هنا راني حاب بارطاجي معكم هذه لا جينواس اللي تخو فاسيل افير و رابيد وناجحه 100% دونك فوالا هنايا في لي زانغريديون هنا درت كاس تاع سكر كاس تاع فارينه وربع حبات تاع بيض يعني لازم لها لا ليفيغ شيميك و اروم دو فاني دونك سي سا ما فيهاش لي زانغريديون بزاف كيما شتو دونك سي سا هنايا راني درت ربع حبات تاع بيض في البول تاع البيترين وزدت السكر ابخي خليتهم زدت أغام دو فاني كيما راكم تشوفوا وهنايا راني نخلط في البيطرون كيما راكم تشوفوا هنايا راه يتخلط وراه يطلع دونك سيتا هنايا راه طلع لنا كيما راكم تشوفوا وزدت فارينه والفارينه ندير اي بشويه هنايا درت اي نص تاع فارينه كيما راكم تشوفوا وراني نخلط اي بشويه لازم هذيك لا فارين كاع تخلط ودرت الدوزيام تاع الفارينه وزدت لا ليفيغ شيمي كيما راكم تشوفوا ودرتها في الموغ وراني حندخلها في الفوغ ايا هنا جو سوي ديزولي ما وريتلكمش كيفاش جات لا جينواز باسكو نسيت دونك سي سا هنايا درت لا كريم شونتيي كيما راكم تشوفوا وابخي زدت هيا سلسلها لا كاناش كيما راكم تشوفوا وابخي زوقتها باللي دو ايا هنايا رانا وجدنا لا طاب تاع لانيفرسير كيما راكم تشوفوا الكاطو جاب بزاف شباب واختي زادت الميلفاي كيما راكم تشوفوا لا بروشان فاش راح نبارطاجي معكم جاها بزاف شباب هنا يعطينا لي كادو كيما راكم تشوفوا هنايا دونك انا اختي شرات ساعه لجدي وانايا شريت هذا الكوفري لجداتي دونك سي سا شوفوا كيفاش جات الكاطو والميلفاي جاها بزاف شباب هنا يا اختي شرات جدي شرات له هذه الساعه كيما راكم تشوفوا دوك نحلها لكم وتشوفوها كيفاش جايه كيما هكا يبغي هذا ستيل كيما راكم تشوفوا فرح فرح بها بزاف دونك فوالا وهنايا انايا شريت جداتي شريت لها هذا الكوفري كيما راكم تشوفوا ما وريته لكمش غايه صحتينا دونك في شون جيل دوش وكريم دو كور هذا جو سي با سي كوا وهذه كريم دو مان دونك سي سا ان شاء الله يفرحوا بهم وقعدوا معايا دونك هنايا الماعين كيما راكم تشوفوا راني غسلتهم راني قرع فيهم انشفوا باش نرجعهم في بلاصتهم هنايا راني درت نيتواياج تاع الكوزينه دونك ما درتش معكم ما صورتش معكم بزاف باسكو الفيديو جيني طويل دونك سي سا هنايا شوفوا كيفاش راه البلاكا تاع التحت راني جبت كاع دوك الماعين ودرت لاغوا كيما راكم تشوفوا راني نمسح وبلاصيتهم دونك فوالا هنايا راني بلاصيتهم والماعين ما عندناش بزاف باسكو نديرهم في فوق جر الدوزيام دونك سي سا راني جبت كاع دوك صوالح وخملت وشوفوا كيفاش سقمتهم دونك سي سا هنايا رحت البالكون رحت لها بخوتوي باش نمسح لاطب باسكو كانت فيها غبرة ايتو دونك فوالا هنا راني مسحتها ايتو وراني رايحة نصلح البالكون ونسيقو باسكو كان فيه الغبرة و فوالا هنايا راني سيقت راني نسيق في البالكون كيما راكم تشوفو هنايا رحت للصالون راني خملته كيما راكم تشوفو راني خملت وباش نسيقه راني راح نخمله باش نسيقه دونك راني خملته هنايا وهذاك الريزار رانا غسلناه وابخي ان شاء الله نركبوه دونك فوالا هنا في الحشا ما درناش حاجه كبيره قلينا بطاطا وزدنا قلينا لي كوتلات دونك سي سا ماكله تاع صيف كيما يقولوا ماكله خفيفه وظريفه دونك سي سا هنايا راح نكمل معكم هذا الفيديو يعجبكم ما تنساوش لايك وكومونتير وابوني وان شاء الله مع فيديو جديد مع السلامه